على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء. على كلمات الرائع صلاح جاهين هنستكمل رحلتنا جوه التاريخ نفسه، هنلمسه ويلمسنا، هنكلمه ويكلمنا في جولة جديدة جوه شارع المعز. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول، ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا النهاردة زي كل مرة من هنا من شارع البنهاوي وعلى شمالنا سور القاهرة القديمة، ورايحين لرحلة جديدة جوه شارع المعز وآثار شارع المعز. سور اللي على شمالنا موجود فيه بوابتين مشهورين وهما باب النصر وباب الفتوح. ومدينة القاهرة أو قاهرة المعز كان فيها عدد كبير من الأبواب اتعرف بين الأهالي أسمائها وفضلوا يرددوا الأسماء دي مئات السنين. الأبواب دي أبواب تاريخية وممكن نعتبرها من فنون العمارة الإسلامية، سواء اللي اتبنت في العصر الفاطمي أو العصر الأيوبي. وكان عموما الهدف من الأسوار والأبواب إنها تكون صمام من الأمن والأمان عشان تدافع عن القاهرة عبر العصور المختلفة. الجزء اللي على شمالنا لما اتبنت القاهرة على ايد جوهر الصقلي اتعمل على شكل مربع وموجود فيه اسوار، ودي كانت من التصاميم المعمارية ويمكن من عناوين العصر الفاطمي. في الشمال احنا موجودين دلوقتي في الشمال، وموجود زي ما حضراتكم شايفين على شمالنا هو في باب النصر وفي باب الفتوح، وفي جنوب الجزء ده او في الجنوب موجود في باب زويلة وباب الفرج، وفي الشرق كان في موجود باب المحروق وباب البرقية، وفي الغرب كان في موجود باب سعادة وباب الأنطرة. كل الأبواب دي ما تبقاش منها إلا ثلاث أبواب بس، باب الفتوح وباب النصر اللي موجودين في الجزء اللي احنا فيه، وموجود كمان في الجنوب باب زويلة. يمكن كلنا بنسمع المثل اللي بيقول اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، وده يمكن فعلا لأن جوهر الصقلي كان بيعرف يصنع الكنافة والحلويات قبل ما يبيعوه مملوك للخليفة المنصور بالله الفاطمي واللي دخله الجيش، وعشان كده اتسمى او اتعرف جوهر الصقلي بالحلواني، والناس كلها بتقول اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. هنسيب بقى اسوار القاهرة وهنتمشى جنب السور شوية قبل ما ندخل شارع المعز. ادي بقى السور قدامكم، وبنشوف قد ايه هو عالي وقد ايه هو رائع جدا في نمط العمارة الخاصة بيه، والجزء ده هو اللي موجود ما بين باب النصر وباب الفتوح. أقرب محطة مترو للشارع هنا ولشارع البنهاوي هي محطة مترو باب الشعرية، واللي موجودة في شارع الجيش، وهتتمشى منها حوالي يمكن من 5 لـ10 دقايق عشان تكون هنا موجود في شارع المعز. زي ما حضراتكم شايفين دخلنا مباشرة بقى على شارع المعز لدين الله الفاطمي، واللي كتير اتكلمنا عن جمال الفسحة والتمشية فيه وعظمة زيارة الآثار المنتشرة فيه، واللي أتمنى إنكم فعلا تزوروها. تذكرة فقط بـ20 جنيه عشان تزور كل الآثار اللي شفناها ولسه هنشوفها. موجود على باب الفتوح واحنا داخلين من شارع البنهاوي ضريح لواحد اسمه سيدي الزوق، وده بيرجع لعصر المماليك، ناس سميته كده لزوقه إنه راجل مبروك، وكان من أصل مغربي، وفي يوم قرر الخروج من مصر ولكنه مات على البوابة، فقرر الناس إن هم يدفنوه مطرح ما مات بالظبط، وفضلوا يقولوا الزوق ما خرجش من مصر. زي ما حضراتكم شايفين احنا قدامنا دلوقتي بقى شكل الآثار، أو احنا في أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم كله، واللي هو موجود في شارع المعز اللي حضراتكم شايفينه قدامكم. بنستعرض مع بعض كده الآثار اللي موجود، يمكن ده سبيل محمد علي باشا، ويمكن بنشوف المحلات المنتشرة، وهتلاقوا معظمها لحرف قديمة، النحاس وزي ما الحاجات القديمة اللي بيبيعها الراجل قدام حضراتكم دلوقتي. وزي ما حضراتكم شايفين احنا داخلين بقى على أول مزار في رحلتنا النهاردة، وهتكون مدرسة وخنقاء السلطان برقوق. طبعا المدرسة كلنا عارفينها، لكن الخنقاء دي هي المكان اللي كان بينقطع فيه الناس المتصوفين وده للعبادة، ويمكن تخطيطها بيكون ما بين المسجد والمدرسة. لسه ما زلنا بنتفرج على شكل الناس اللي بيستمتعوا برحلتهم جوه شارع المعز لدين الله الفاطمي، والجزء اللي قدامنا على طول ده هو المجموعة اللي زرناها في الحلقة اللي فاتت، وهي مجموعة السلطان قلاوون. زي ما حضراتكم شايفين يمكن مدخل وقبة مبهرة لمدرسة السلطان برقوق،
ويعني زي ما حضراتكم شايفين كمان البوابة يعني مش ممكن تتخيل جمالها إلا لو دققت فيها وبحلقت فيها، يعني شيء فعلا خيالي. هندخل بقى نشوف المدرسة والمسجد من جوه، وشكل الممرات والأحجار والرخام شيء من الإبداع، شيء من الروعة، شيء من الخيال، شيء من الروقان، يعني شيء برضو من التاريخ والعراقة والجمال. أتمنى إن احنا نحافظ على الجمال ده ونحافظ على آثارنا ونزورها ونتفرج عليها، ويعني ونستفيد من الشكل الجميل اللي كان يعني الأجداد عملوه في فترة زمنية بعيدة جدا، يمكن من أكتر من 1000 سنة. اللي بنى المجموعة هنا اللي احنا فيها والسلطان الملك الظاهر أبو سعيد سيف الدين برقوق، والراجل ده هو مؤسس وأول سلطان لدولة المماليك البرجية. يعني معلش هو يمكن كلام معقد شوية بس الموضوع بسيط. المماليك كانوا قسمين، هما المماليك البحرية واللي هما سكنوا قلعة جنب النيل، والمماليك البرجية دول هما اللي سكنوا الأبراج في القلعة. يمكن اللي اتفرج على فيلم واقص لماه هيعرف ان عز الدين ايبك كان اول سلطان مملوكي. دخلنا اهو جوه المسجد والمدرسة، واللي راح مسجد السلطان حسن هيحس بالتشابه الكبير بين المسجد هنا ومسجد السلطان حسن، وده لأن المسجد والمدرسة هنا يمكن أنشئوا سنة 1386، وده بعد فترة قليلة من إنشاء السلطان حسن اللي كان أبوه الناصر محمد بن قلاوون، ولكنهم كانوا من المماليك البحرية. يمكن تشابه عجيب فعلا بين المسجدين، ولكن يمكن مسجد السلطان حسن واللي بيسموه درة العمارة الإسلامية في الشرق أكبر شوية. في المكان اللي احنا فيه كان موجود يمكن خان للزكاة، كان عمله السلطان الناصر محمد بن قلاوون، والظاهر برقوق بنى المسجد مكانه. مدرسة ومسجد السلطان برقوق موجودة في شارع المعز وفي المنطقة المعروفة ببين القصرين. اتكلمنا عن الموضوع ده في الحلقة اللي فاتت، انها المنطقة اللي كانت او اللي موجودة بين القصرين الشرقي الكبير بتاع المعز والغربي الصغير بتاع ابن المعز. معالم القصرين اختفت وبقى مكان القصر الشرقي فيه قبة الملك الصالح نجم الدين ايوب، وهنشوفها في الحلقة اللي جاية. والقصر الغربي بقى مكانه مجموعة قلاوون وغيرها. شايفين قد ايه جمال العمارة الإسلامية، وشايفين الأسقف الملونة الرهيبة فعلا واللي ملهاش مثيل في أي حتة تانية، يعني حاجة رائعة جدا. والشبابيك اللي موجودة والنحاس اللي موجود في الشبابيك اللي حضراتكم شايفينها. واحنا بقى هنتمشى مرة تانية في الممر الجميل ده، وهنخرج بره الأثر الإسلامي البديع، وزي ما بقول لكم كده هنتمشى مرة تانية في الممر اللي أنا مستمتع جدا وأنا بتمشى جواه. وطالما بنتكلم عن المماليك، فمن أشهر وأبرز سلاطين المماليك البحرية كان الظاهر بيبرس، واللي شارك في يمكن طرد الحملة الصليبية السابعة في معركة المنصورة، وكان القائد العسكري للجيش المملوكي في معركة عين جالوت طبعا اللي كلنا يمكن درسناها في المدرسة وكلنا عارفينها. الظاهر برقوق بقى كان من أشهر الناس في المماليك البرجية، واللي كان معظمهم من أصل شركسي، وعشان كده اتسموا المماليك الجراكسة وفضلوا يحكموا لغاية سنة 1517 ميلادية. لو حضراتكم شايفين ادينا خارجين اهو من يعني من المسجد والمدرسة اللي احنا كنا موجودين فيها، وبنستعرض شكل الأبب وشكل الأسقف اللي موجودة، وهتلاقي على بداية أي أثر موجود فيه نبذة عن الأثر. احنا خرجنا بره وبنشوف شكل المدرسة، واللي جنبها زي ما قلت لكم مجموعة السلطان قلاوون اللي شفناها في الحلقة اللي فاتت، وبنتفرج لسه على يعني عدد كبير من الناس اللي بتستمتع بالرحلة اللي موجودة جوه شارع المعز لدين الله الفاطمي. ومدرسة السلطان برقوق راجعين في اتجاه باب الفتوح عشان نشوف واحد من اجمل الاثار، وهنطلع بالزمن قدام شوية لعصر محمد علي باشا، وهنشوف من اللوحة اللي قدام حضراتكم جامع وسبيل وكتاب سليمان اغا السلحدار، ويمكن اللي اتعمل سنة 1839 وهو موجود عند بداية حارة برجوان. شايفين جمال وروعة السبيل، واللي يمكن زي ما شفنا روعته من بره، احنا ماشيين دلوقتي عشان ندخل السبيل من جوه ونتفرج على شكل السبيل، وهنتفرج كمان على المسجد. ويمكن الامير سليمان اغا السلحدار كان متربي في بيت محمد علي باشا في قوله، جه لمصر جندي ضمن العساكر اللي جمع محمد علي في زمن الحمله الفرنسيه على مصر عشان يحاربوا الفرنساويين. زي ما حضراتكم شايفين احنا دخلنا بالفعل جوه الاثر الجميل اللي حضراتكم بتتفرجوا عليه دلوقتي.
سليمان أخذ الإحضار واللي بنى وقف لله بنزوره مع بعض دلوقتي. الغريب إن هو كان واحد من 4 دبروا المسبحة القلعة مع محمد علي باشا، واللي حصلت سنة 1811. بحاول في خلال رحلتي جوه أي أثر إن أنا أستعرض لكم المكان، يعني بحاول كده أعمل لكم صورة بانورامية للمكان من فوق وتحت وجنب الأحجار اللي موجودة، بحيث إنك تحس إنك بالفعل زرت المكان واتفرجت عليه من كل الجوانب وشفت المدخل بتاعه اللي موجود قدامنا وطلعت على السلالم اللي موجودة قدام حضراتكم دلوقتي أهو. وحندخل مباشرة في الباب اللي قدامكم جوه السبيل وحنتفرج على حجرة السبيل اللي كلها رخام زي ما حضراتكم هتشوفوا، ويعني حاجة من الحاجات الرائعة جدا. وزي ما بقول لكم هتستمتع جدا وانت بتزور شارع المعز، وهتستمتع اكتر وانت بتزور الاثار الكتيرة جدا اللي موجودة في شارع المعز. وزي ما حضراتكم شايفين داخلين على حجرة السبيل اللي كلها رخام، ويمكن زي قدامكم مباشرة طبعا احنا شفنا السبيل من بره والشبابيك اللي موجودة الخاصة بالسبيل، وهتشوفوا دلوقتي بقى اهو واحنا بنلف وبنستعرض المكان ادي الاحواض اللي كانت بتبقى مليانة بالمية، وكل اللي بيعدي من شارع المعز كان بيشرب منها ويرتوي. شبابيك هنا نحاسية والاحواض هنا رخامية، والسبيل هنا فضلوا يبنوه سنتين. لو لاحظتوا السبيل عالي شوية، فازاي كان اللي ماشي بيطول المية؟ الحكاية انه كان في سلم بيطلع عليه العطشان تحت كل شباك، وكان في كوز كده بيتملي بالمية او بيتملي من خلال الحوض بالمية وبيشرب منه. السبيل هنا واقف لسقي المية للناس اللي بيمشوا في الطرق، وكان المسلمين في العصور الوسطى وبعدها بيعتقدوا ان السبيل اعظم شيء بيساب عليه الشخص، ودايما او في معظم الاحيان كان السبيل بيكون معاه مسجد وكتاب او خانقاه. شفتوا جمال النجف اللي موجود في السبيل هنا؟ يعني بصراحة النجفة تحفة لوحدها، ويمكن وانت ماشي بين اثار شارع المعز ما تبقاش عارف بقى تودي نظرك لاني ناحية، كل شيء فعلا بتحس انه جميل ورائع وممتع. طيب بما ان هنا في سبيل، المية كانت بتيجي فين وبتتخزن فين؟ تعالوا بقى ننزل مع بعض في القبو يعني الرهيب اللي هننزل فيه مع بعض دلوقتي، ونشوف في المكان اللي كانت المية بتتخزن فيه، وهو الصهريج الضخم جدا زي ما حضراتكم هتشوفوا. الصهريج هنا من اكبر صهاريج مدينة القاهرة، وبصراحة النزول من على السلم ده شيء مرعب، بس عشان خاطركم كل شيء يهون. شايفين المكان زي ما حضراتكم هتستعرض لكم المكان العواميد اللي موجودة فيه، ويمكن انا نزلت هنا حوالي 12 متر لتحت، وكل المكان هنا كان بيتملي بالمية اللي كانت بتسقي الناس في السبيل. مش بس كده، كانوا بيعتبروا المكان مخزون استراتيجي للمية في حالة حدوث اي مشكلة. تخيلوا بقى المكان الواسع ده كان بيتملي بالمية ازاي؟ يعني عارفين حضراتكم السقة بتاع زمان، كان السقايين دول بينقلوا المية من النيل على الجمال وبيجيبوها لغاية هنا وبيملوا المكان اللي حضراتكم شايفينه ده كله، وفي كل الارتفاع اللي احنا نزلناه من السلم. لكن زي ما حضراتكم شايفين باين على الحيطان اثار نشع المية على الجدران، لان المكان هنا كان كله مليان بالمية. يعني لو تخيلنا الشكل، فانا دلوقتي بكلمكم برسالة من تحت المية، يعني احنا ما زلنا جوه صهريج الميه في سبيل وكتاب سليمان اغا الصلاحدار، واللي زي ما قلت لحضراتكم هو معمول سنة 1839 في عهد محمد علي باشا. الجزء يمكن البعيد شوية الداخلي ده واللي فيه يمكن مربعات حجرية، هحاول ان انا اوريه لكم من قريب شوية، اللي فيه مربعات حجرية كده، ده كان المقياس اللي بيقيسوا بيه ارتفاع المية. وادي زي ما حضراتكم شايفين السلم الجديد الحديد اللي اتعمل. طبعا السلم القديم هنشوفه دلوقتي مع بعض، بعد هو اللي مباشرة قدام المقياس، وزي ما حضراتكم شايفين الأبب اللي موجودة جوه الصهريج الضخم جدا اللي موجود هنا، واللي يمكن شايل الأبب زي ما حضراتكم شايفين. ادي بقى هو ده الجزء الخاص بالمقياس اللي موجود، وادي هو السلم القديم اللي كان موجود واللي اتقطع بقى بالسلم الحديد، اللي يعني بقى أكثر أمانا في النزول نسبيا من السلم اللي موجود قدام حضراتكم. يعني شكل المكان وشكل زي ما بقول لكم القباب القروية اللي موجودة هنا واللي شايل الأبواب دي الأكتاف والعواميد الحجرية. يعني زي ما في مجموعة السلطان المنصور قلاوون، فاحنا برضو نعتبر في مجموعة أثرية لسليمان أغا الصلاحدار. أنا هسيب المكان الصهريج اللي حضراتكم شايفينه بقى، وهطلع مرة تانية من
السلم الحديد ده، خرجنا بره واللي قدامنا ده فندق من فنادق شارع المعز، وباين فتحه بوابه برجوان اللي عملها سليمان الصلاحدار، ولسه بنستعرض شكل شارع المعز، وادي المأذنه الغريبه للمسجد واللي يمكن على شكل قلم رصاص، وفعلا هي مختلفه عن الطابع اللي بيميز العماره الفاطميه. كان البنى ده كان في العصر العثماني بيعتمد فكره المسجد والسبيل والكتاب في مبنى كله جنب بعض، وعشان كده احنا داخلين في الممر هو المؤدي للمسجد، واللي يمكن اعتقد انه محتاج قدر من التطوير، واعتقد ان ده هيحصل قريب عشان يتوافق مع اهمية الاثر اللي احنا جواه. طالعين السلم اهو عشان نشوف المسجد من فوق بشكل موسع ونتفرج عليه، بما اننا شفنا السبيل والكتاب فاحنا بنتفرج على مسجد سليمان اغا الصلاح دار. دخلنا المسجد بالفعل واللي مبني على الطراز العثماني، ويمكن هتلاقوا ان هو موجود فيه عدد من الشبابيك الارابيسك كتير، وطبعا كل المساجد اللي موجودة في شارع المعز زي جامع السلحدار والأقمر والأشرف فيرسباي وغيرها ممكن تصلي فيها عادي خلال زيارتك للمكان. احنا داخلين اهو جوه المسجد وزي شايفين في واحد اهو بيدي درس من الدروس الدينية، وشايفين في ناس ممكن تقدر ان هي تصلي في المكان هنا، وشايفين هنا زي ما حضراتكم شايفين المنبر اللي موجود والقبلة اللي موجودة. هنخرج بقى من المسجد مرة تانية وهننزل من السلم اللي طلعنا منه عشان نمشي في الممر المؤدي لخارج المسجد. يعني دايما في كل رحلاتي بنتفرج على الأحجار دي وبنتخيل ازاي ان الاحجار دي عدى عليها مئات السنين. نخرج من الممر المؤدي من هنا، وزي ما حضراتكم اول ما بنشوف او بنلف اهو بنشوف ادي من بره المسجد ادي الناس اللي بتتمشى في شارع المعز، نتفرج ازاي كانت الناس دي بتتفنن في عمارة المساجد. ادي المأذنة بقى، بحاول اوريكم المكان تاني من بره. طبعا دي كانت عادتهم في البناء، لكن يمكن في اهل العلم يعني وفي كتير منهم قالوا بكراهة زخرفة المساجد زيادة عن اللزوم، لان ده ممكن يلهي المصلي عن صلاته. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتوضح المسألة دي. خرجنا من المسجد وموجودين جوه شارع المعز، وبنشوف الناس اللي رايحة واللي جاية في الشارع واللي ما بينامش ليل مع نهار. هنروح مع بعض بقى عجيبة تانية من عجائب شارع المعز واللي دخلنا له دلوقتي، وهو حمام السلطان إينال واللي مبني سنة 1456. وحسنا واحنا داخلين في الممر في حواداية صغيرة كده عشان الناس اللي بره ما يقدروش يشوفوا اللي جوه الحمام. سلطان الأشرف إينال كان السلطان ال 12 من المماليك الجراكسة. كان قدامنا دلوقتي الحجرات الخشبية اللي كانت بتستخدم لخلع الملابس، وزي ما قدامكم دلوقتي في مجموعة كده من المعلومات الخاصة بالحمام هنا. وسقف البهو اللي احنا فيه معمول من عروق الخشب، وفي وسطه شخشيخة كده فيها 28 شباك. ناس كانت بتيجي للمكان اللي احنا فيه تغير هدومها وبعدين تدخل على الحجرة الدافئة اللي احنا فيها واللي فيها بيتم الاسترخاء وشرب بعض المشروبات قبل ما يدخلوا على المختص اللي هنشوفه كمان شوية صغيرين. مع بعض بنتفرج على شكل الأسقف أو شكل القبب اللي موجودة جوه حمام السلطان إينال واللي كانت بتستخدم للتهوية وكمان بتستخدم للإنارة. بنتجول داخل دهاليز حمام السلطان إينال، وطبعا الحمامات الشعبية دي كانت من العادات والتقاليد المهمة للمصريين في العصور القديمة. الحمام هنا من أقدم الحمامات الشعبية، وعمر الحمام هنا يمكن أكتر من 700 سنة. احنا بنتمشى جوه حمام السلطان إينال وبنفتكر مثل مصري كان بيقول اللي اختشوا ماتوا. الحمام اللي احنا فيه بقى هو بطل المثل ده، لان كان في يمكن في وقت من الاوقات مجموعه من الفتيات بيستحموا هنا في الحمام، وبعدين حصل حريق كبير وما كانش قدامهم الا اختيارين، اما ان هم يخرجوا عرايا في الشارع، واما ان هم يفضلوا موجودين جوه الحمام وساعتها هيموتوا محروقين. وهو ده اللي حصل للستات اللي ما خرجوش من الحمام، ولما حد كان بيسال عن الناس اللي ماتت كانوا بيقولوا اللي اختشوا ماتوا. احنا كده زي ما حضراتكم شايفين داخلين اهو في مختص من المغاطس السخنه جوه الحمام، وهو اللي قدام حضراتكم اللي واطي دلوقتي كده، وفي يمكن درجه سلم عشان تقدر تنزل جواه. بالفعل المسؤول عن الحمام هنا كانوا بيسموه الحمامي، وما كانش بيسمح لأي حد مصاب بأي مرض جلدي ان هو يدخل الحمام هنا عشان ما ينقلش العدوى للناس. طبعا الحمام كان فيه مواعيد للرجالة وفيه مواعيد تانية للستات. يمكن من الآثار اللي سابها السلطان إينال غير الحمام هنا مسجد وخنقاء موجود في قرافة المماليك، وهو اللي جدد مسجد الغمامة في المدينة المنورة. من الأمثال كمان اللي بتتقال عن الحمام هنا
انه في وقت من الاوقات اتكتب على الحمام ان الدخول جواه مجاني، فالناس طبعا اقبلت على الدخول للحمام. ولما دخلوا الحمام صاحب المكان خبى الهدوم بتاعتهم، ولما قرروا ان هم يخرجوا ملقوش الهدوم ورفض ان يديهم الهدوم الا لما يدفعوا ثمن استخدام الحمام. طبعا قالوا له انه مكتوب على الحمام بره ان الدخول مجاني، فقال لهم فعلا هو الدخول مجاني ولكن استخدام الحمام بفلوس، لان دخول الحمام مش زي خروجه، وزي ما كان بيتقال في الأمثال المصرية الكتيرة جدا واللي انتشرت عبر العصور، وكل مثل بتحس كده ان في حكمة ممكن تستفيد منها. احنا بالفعل ما زلنا بنلف وبندور جوه دروب ودهاليز حمام السلطان إينال، واللي زي ما بقول لكم هو عجيبة من عجائب وآثار شارع المعز، واللي أتمنى إن إحنا كلنا لما نيجي نزور شارع المعز نزوره بالنهار ونتفرج على الآثار الكتيرة اللي موجودة فيه وبسعر قليل جدا. إحنا هنطلع على سطح الحمام زي ما شفنا القباب اللي موجودة في الحمام اللي بتعمل عملية تهوية وعملية إنارة، هنتفرج على القباب دي من فوق سطح الحمام ونشوف نظام الإضاءة والتهوية. لكن طبعا ما زال السطح محتاج قدر من التطوير زي ما حضراتكم هتشوفوا، وهتشوفوا مجموعة من الآثار اللي جنب المكان اللي موجود قدام حضراتكم دلوقتي، ويعني موجود هنا أو بنشوف باين منه مجموعة السلطان قلاوون، وهنتفرج على شكل الأبب اللي موجودة من فوق، وبنشوف سطح الحمام هي زي ما حضراتكم شايفين اللي فيها الإزاز الملون، وطبعا كان بيدي كمان شكل جمالي للحمام من جوه. ورا الحمام كان فيه المستوقد واللي كانوا بيستخدموا فيه القمامة اللي موجودة في تسخين المية في الحمام. هننزل من السلم هنا وهنخرج بقى من حمام السلطان إينال، وزي ما حضراتكم شايفين الكسرة اللي واضحة بقى دلوقتي هنا وهي في الممر عشان يعمل خصوصية للمكان هنا. خرجنا مرة تانية جوه شارع المعز وما زلنا بنستمتع بشكل الناس اللي بتزور شارع المعز في الوقت المبكر ده أو وقت النهار وبتستمتع بيه بشكل كبير. وجنب حمام السلطان إينال هتلاقوا موجود فيه المدرسة الكاملية أو مسجد السلطان الكامل، وهي اللي أنشأها السلطان الكامل محمد ابن العادل الأيوبي، ودي سنة 1225 ميلادية، ودي كانت لدراسة الحديث، وبيقال إن كان أول مكان في مصر يتخصص بالفعل في دراسة علوم الحديث، وإحنا موجودين دلوقتي جوه مسجد السلطان الكامل. زي ما حضراتكم شايفين ادي البوابة اللي موجودة قدام حضراتكم الخاصة بمسجد السلطان الكامل، وبحاول برضو ان انا اوريكم المكان من اكتر من اتجاه. خرجنا بقى وماشيين كده في اتجاه شارع الازهر جوه شارع المعز، وبنتفرج على شكل الناس اللي ما زالوا بيستمتعوا بيوم من ايامهم، واحنا موجودين نعتبر في منطقة الصاغة اللي جوه شارع المعز. هتلاقوا هنا عدد كبير جدا من المحلات اللي بتبيع الذهب والفضة، ويعني جوه أو في وسط التاريخ اللي حضراتكم شايفينه قدامكم دلوقتي. يعني أتمنى أن رحلتي النهارية اللي كانت موجودة جوه شارع المعز تكون عجبتكم، وفي نهاية كل حلقة بحاول أن أنا أنقل لكم بقى على الجانب الآخر أدي شكل شارع المعز بالليل، بحيث أن تتفرج على الشكل لو هتزور الشارع بالنهار شكله عامل إزاي، ولو هتزور الشارع بالليل برضو بتتفرج على شكل الشارع بشكل موسع. ويعني أتمنى أن أنتوا تزوروا الشارع بالنهار وبعدين تقعدوا يوم كامل وتكملوا لغاية بالليل، هتستمتعوا جدا وهتلاقوا عدد من المحلات اللي ممكن تاكلوا وتشربوا منها بشكل كبير. أتمنى أن رحلتي النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو، مهم جدا عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.